السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنبدأ اليوم بإذن الله مراجعة للوحدة الثامنة، وهي المهارات النفسية والاجتماعية من مقرر الدراسات النفسية والاجتماعية. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما يقول أحدهم: أشك في آرائي وكثيرا ما أتضايق لعدم التعبير عنها، فأصبحت أعامل الناس بعدوانية، إلى الآن لا أدري ما هو السلوك المناسب للتعامل مع من أختلف معهم. هذا الموقف وكثير من المواقف تعبر عن نقص في المهارات النفسية الاجتماعية، والتي تسمى مهارات توكيد الذات. من الأهداف المتوقع بإذن الله حصول الطالب عليها: أولاً، يحدد المقصود بمفهوم التوكيد، يمثل للمهارات الفرعية لتوكيد الذات. أيضاً يبين الآثار الإيجابية للتوكيد. رابعاً، يبين الآثار السلبية في عند عدم التوكيد. خامساً، يميز بين التوكيد والخضوع والعدوان. سادساً، يحدد ضوابط الاستجابة التوكيدية الفعالة. سابعاً، يكتسب مهارات توكيد الذات. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو توكيد الذات؟ تعريف توكيد الذات: هو التعبير الصادق عن الآراء والأفكار والانفعالات الإيجابية والسلبية والرغبات، والدفاع عن الحقوق الخاصة والقدرة على قول لا في ظل احترام قيم المجتمع ومشاعر وحقوق الآخرين. إذن لما نقول ما هو توكيد الذات، فالمقصود به هو أني أعبر تعبير صادق عما يجول في داخلي. من ماذا؟ آرائي، أفكاري، انفعالاتي، أعبر عنها: حب، عدم تقبل، إيجابية، الانفعالات الإيجابية أو السلبية. إيجابية مثل الحب، السلبية مثل عدم التقبل مثلا لموضوع معين. أيضا الرغبات، أيضا أدافع عن حقوقي الخاصة، أستطيع أني أقول لا عندما أرغب في ذلك، ولكن كل ذلك يكون في ظل احترام قيم المجتمع وأيضا مشاعر الآخرين. هناك مهارات فرعية لتوكيد الذات. إذن المهارات الفرعية المكونة لتوكيد الذات، أول هذه المهارات هي مواجهة الآخرين. لما نقول هنا مواجهة الآخرين، مواجهة الآخرين مثل أن يكون هناك شخص في نفس عمرك يحاول أن يتخطاك في صف الانتظار دون أن يستأذن، فتعتذر منه بأسلوب لائق. إذن هذه هي مواجهة الآخرين، أني أعتذر منه ولكن بأسلوب لائق. ثانيا، الحقوق الخاصة. مثلا اشتريت جهازا جديدا بسعر غالي، اكتشفت أن به خللا كبيرا، فترجعه للمحل يعني بعد نقاش يلبق ويكون يعني متفهم، تفهم صاحب البضاعة حتى يعني لا تخرج حتى تستلم نقودك. لما نأتي ثالثا، المساومة، وهي تفاوض صاحب المحل في تخفيض سعر الملابس التي ترغب في شراء. إذا أنت رأيت أن السعر غالي ولا تستحق هذه البضاعة، ترغب أنت في شرائها، فممكن أن تساوم هذا البائع. أيضا رابعا، إبداء الإعجاب والمدح. في عندنا لما نبدأ الإعجاب والمدح عن الحاجات التي نعجب بها، مثل أن تثني على والدتك وتمدحها عندما تعمل طبخة جديدة مثلا، تبدي إعجابك بفكرة طرحها أحد زملائك، هذا هو إبداء الإعجاب والمدح. خامسا، القدرة على قول لا. تقال كلمة لا عندما نشعر أننا سنتورط في عمل ما. أعتذر، أقول لا، ولكن طبعا بأسلوب لبق. سادسا، المصارحة. المصارحة أن تواجه بأدب شخص يحاول إعطائك معلومات مغلوطة، مثلا تقول لا معلوماتك خاطئة، أو تقول رأيك فيما تحب وتكره من السلوكيات، تقول والله أنا لا أحب هذا السلوك، أتمنى أن لا تتصرف به مرة أخرى. سابعا، الاستفسار
وطلب التوضيح، تسأل عن بعض المعلومات التي تجهلها، تطلب من المحاضر أو الأستاذ توضيح بعض الفقرات الغامضة لتتأكد أنك قد فهمت. سابعاً، توجيه النقد. تناقش صديقك بدون جرح مشاعره، توجه له النقد في تعديل بعض تصرفاته، مثلاً الذي يستاء منها الناس، أو تلومه بأدب حين يفشي سراً ائتمنته عليه، فتوجه له النقد بأسلوب لبق. هذه هي المهارات الفرعية المكونة لتوكيد الذات. نأتي، ما أهمية التوكيدية في حياتنا؟ هل لها أهمية أم لا؟ عند امتلاك الإنسان للمهارات التوكيدية التي قلناها قبل قليل، ستتحسن حياته الخاصة، وتتطور علاقاته الاجتماعية، وسيشعر بالرضا عن نفسه. كأن هذه الصورة، الطفل هنا فعلا يشعر بالرضا عن نفسه. هذه ليست عضلات جسدية، ليس المقصود بها عضلات جسدية، ولا أن هذا الطفل انتصر، ولكنه هنا يفخر بنفسه. في المقابل، عدم امتلاك ذلك، إذا أنا ما امتلكت هذه المهارة التوكيدية للذات، ستتأثر حياة الإنسان طبعا سلبا، وسنتناول ذلك بشيء من التفصيل. ربما أخذ من عن يعني حتى أن هذا الشخص يأخذ عنه من حوله صورة غير مقبولة، مما يجعله أيضا غير راضي عن حياته الخاصة الاجتماعية وحياته الخاصة النفسية أيضا، وسنتناول ذلك فيما يلي. ما الآثار السلبية لتوكيد الذات؟ ما الآثار السلبية في حالة تخلي الشخص عن توكيديته؟ أولا، التوترات النفسية. انخفاض القدرة على التعبير عن المشاعر يقود للاضطرابات النفسية. ثانيا، ضعف العلاقة بالآخرين. كيف يكون ذلك في حالة عدم إظهار المشاعر الإيجابية من مدح وحب وثناء لمن يعيشون بيننا؟ وكبت هذه المشاعر تضعف علاقتنا بالآخرين. ثالثا، التورط في سلوكيات غير مقبولة. كلما انخفضت قدرة الشخص على قول لا، وبدأ بالمجاملة والخوف من الآخرين، ذلك يعرض للتصرف وفق سلوكيات منحرفة تجعله خاضعا للآخرين، يسير معهم حيث شاءوا. وكثير من مدمني المخدرات وأصحاب السجون كان توجههم لذلك من باب مجاملة الأصدقاء والخوف من الاعتذار منهم، حتى لا يسمونهم بألقاب لا تليق. فيجب أن يعني من الأثار السلبية أني أتورط في سلوكيات غير مقبولة، فيجب قول لا عندما يجب ذلك. رابعا، فقدان الثقة بالنفس. إن الخشية من مواجهة الآخرين وصعوبة التعبير عن المشاعر الذاتية والآراء الشخصية في حضورهم مما يدفع الشخص إلى الشعور بالكدر والرغبة في الانعزال عنهم وفقدان الثقة بالنفس. هذه هي الآثار السلبية. نأتي للآثار الإيجابية. هنا الآثار الإيجابية لما أنا أستخدم التوكيدية في حياتي. أولاً، إقامة علاقات شخصية وثيقة مع الآخرين. فعلى سبيل المثال، من يقول لك من الزملاء إن أداءك كان جيد اليوم؟ اشكره وعبر له عن تقديرك لتلك المجاملة الرقيقة والأسلوب اللبق الذي صدر منه. ثانياً، مواجهة طلبات الآخرين عفواً غير المعقولة أو المضرة. فنحن نتعرض بصورة متكررة لمواقف قد يلح فيها طرف آخر علينا بصورة مبالغ فيها كي نفعل شيئاً لا نرغبه، كما يحدث عندما يطلب منا أحد الأصدقاء الذهاب إلى مكان غير محبب لنا، فعندما نرفض ذلك بأسلوب لائق، أكرر بأسلوب لائق، فإننا ننقذ أنفسنا من التورط في مشكلات. ثالثا، الثقة بالنفس. كانت من الأثار السلبية عدم الثقة بالنفس، فقدان الثقة بالنفس. أيضا من الأثار الإيجابية هي الثقة بالنفس. قدرة المرء على البوح بما في داخله بدون خوف من الآخرين يولد مع الوقت ثقة المرء بنفسه. الرضا عن الذات، وهي من أهم السمات التي تساعدنا على العيش بسلام،
ومن ثم ننجح في حياتنا الخاصة والأسرية والاجتماعية. نأتي لنقطة مهمة، ما الفرق بين التوكيد، توكيد الذات، والعدوان والخضوع؟ عندما نقول ما الفرق بين التوكيد والعدوان والخضوع، قد يخلط بعض الناس بين التوكيدية وغيرها من السلوكيات غير المقبولة، لذا يمكن أن نسلط الضوء على التفريق بين أبرز السمات السلوكية التي ذكرناها، وهي سمات سلوكية اجتماعية نستخدمها في حياتنا اليومية، وسنعرض لكم ماذا يعني ذلك. نأتي للشخصية العدوانية، حتى رمزت أنا لها باللون الأحمر لأنها شخصية عدوانية. أثناء رغبته في التعبير عن شيء يرغبه، هذا الشخص العدواني عندما يرغب في التعبير عن شيء يرغبه فإنه ينتهك حقوق الآخرين بالقوة، وقد ينجز أهدافه على حسابهم، وقد يتلفظ عليهم بما يجرح مشاعرهم، يخاطبهم بصوت، هذه صفاته، يخاطبهم بصوت عالي متسلط، نمسح هنا فقط عشان نرى، يخاطبهم بصوت عالي متسلط ويرى أنه أفضل منهم ويستحق كل شيء، هو يرى أنه يستحق كل شيء. أيضا غالبا ما تفشل هذه الشخصية في حياتها الاجتماعية والأسرية، حتى في أسرته يفشل، قد يعني يقع في الطلاق، من ما في أحد راح يتحمله، ويفضل الآخرون تحاشيها، يعني تحاشي هذه الشخصية وعدم التعامل معها، مما يجعل هذا الشخص العدواني راح يجعله إيش؟ تتوقعون أعزائي الطلبة والطالبات يعيش في يعني اجتماع داعم مع الآخرين؟ لا، يعيش منبوذا وحيدا، يعيش وحيدا منبوذا. إذا يجب أن نتجنب هذه الشخصية العدوانية. ثانيا الشخصية الخضوعية، هو الذي يسمح للآخرين بأخذ حقوقه ويكون عاجزا عن المطالبة، يعجز عن المطالبة بها، صوته ضعيف، حتى عندما يطلب شيء صوته ضعيف، متردد وخافت، متردد في قول هذا الشيء أو في الطلب، غالبا يبدي الموافقة ولا يتمسك برأيه بالرغم من صحة رأيه، بالرغم من صحته، ويقع ضحية، دائما يقع ضحية لاستغلال الآخرين ومكرهم. أيضا لديه هذه الشخصية الخضوعية، لديه أفكار جميلة لكنه لا يستطيع قولها أو يفصح عنها بشكل خجول، حتى عندما يفصح بشكل خجول متردد، غالبا يشعر بالتوتر والضيق. لماذا؟ لأنه يكبت مشاعره، ومع مرور الوقت تذوب شخصيته، ما يصبح له شخصية حتى عند الآخرين، فلا يستشار ولا يؤخذ برأيه، فيجب أن نتجنب أن نكون شخصية خضوعية، نتجنب أيضا الشخصية التي قبلها وهي العدوانية، لنرى الشخصية الجميلة وهي ما نتحدث عنه اليوم، وهي الشخصية التوكيدية، هو الذي يدافع عن حقه وفي ذات الوقت يحترم حقوق الآخرين، يعبر عما بداخله، إذن يدافع عن حقه، يعبر عما بداخله، لكن إيش؟ دون محاولة السيطرة على الآخر أو التحكم فيه أو التقليل من شأنه أو إهانته. صوته واضح، احنا قلنا عن الصوت الذي قبله خافت خجول، واضح وواثق، هذه الشخصية التوكيدية، معبر، غالبا يحقق أهدافه ويشعر بالطمأنينة والرضا عن نفسه، هذه هي الشخصية التوكيدية، الشخصية الجميلة التي يجب أن نتحلى بها أعزائي وعزيزاتي الطالبات. يمكن التفريق من خلال الأمثلة الواقعية الآتية، أنا راح أجيب لكم مثال واحد فقط، يقف شخص في نفس عمرك عند باب الطبيب يتأهب للدخول، أنت ترى أنه خلاص بيدخل على الطبيب مع أنه جاء بعدك وحالته ليست طارئة، لنرى تصرف كل من الخضوع، العدواني،
التوكيدي. الخضوعي عندما تكون أنت شخصية خضوعية تتحاشى مناقشته، خلاص تخليه يدخل قبلك. العدواني تنفعل وتقول لن أسمح لك بالدخول وتتلفظ عليه بما يجرحه. أما الشخصية الجميلة هي التوكيدية، الشخصية الصحيحة تطلب بلطف أن يلتزم بهدوء بدوره، وفي حال تجاهل ورفض هذا الشخص وقال لا أنا بدخل قبلك أطلب المسؤول في العيادة حتى يتصرف معه. ضوابط السلوك التوكيدي الفعال، ضوابط السلوك التوكيدي الفعال، أولها وهو التعبير الصادق. عندما نقول التعبير الصادق أي أن تعبر عما يدور في نفسك حقيقة، يعني هو الصدق الذي يدور في نفسك، ولا يكون تعبيرك لمجرد العناد أو إثبات الذات فقط، يكون تعبيري صادق. ثانيا التلقائية في التعبير أي دون تردد أو تباطؤ. ثالثا احترام الشخص المقابل وعدم التعرض لحقوقه أو التقليل من شأنه. رابعا القبول الاجتماعي. ما معنى كلمة القبول الاجتماعي؟ القبول الاجتماعي أي أن يكون تعبيرك لسلوكيات يرتضيها المجتمع ولا ينكرها. خامسا الوقت المناسب. ماذا يعني الوقت المناسب؟ ينبغي أن تكون هذه اللحظة مناسبة للتوكيد وليس فيها ضرر على الشخص المؤكد. الإيجابيات أكثر تكون من أني أنا تظهر سلبياتي. فمثلا من الصعب إبداء رأيك عند والدك وهو غاضب، لذا يؤجل التوكيد لحين وجود فرصة لذلك. هذه الآن رقم 5. نأتي للسادسة. السادسة فيها شوي قليل من الشرح يا أعزائي الطلبة والطالبات. التحكم رقم 6، التحكم في المكونات غير اللفظية. عندما أقول التحكم في المكونات الغير اللفظية للتوكيد يجب أن نعلم أن للتوكيد جانبان. الجانب الأول لفظي وهو ما نقوله أو نبيح به، يعني يسمعه الطرف الآخر. الآخر الجانب الآخر غير لفظي وهو لا يكون منطوقا. وقد حدد كثير من الباحثين الأساليب غير اللفظية. إذن الأساليب اللفظية وهي القول والبوح اللفظي. الأساليب غير اللفظية هي 1. الاتصال البصري. عندما نقول الاتصال البصري النظر إلى الآخرين بثقة عند الحديث معهم، لهذا من المفترض ألا يكون الاتصال البصري متصلبا أو مستمرا، وأن لا يكون بعيدا عن الآخرين، بل يكون متواصلا في الغالب الأعم متخللا ببعض عدم اتصال بسيطة نظر متجول، يعني أنظر ثم يعني الآخر يتحدث أنظر ثم يعني أنظر، أكثر الأحيان أكون أنظر إليه، يتخللها عدم النظر، فتخيلوها معي أعزائي الطلبة والطالبات. ثانيا استرسال الحديث. لما نقول استرسال الحديث، استرسال الحديث يعني ونعني به الطلاقة في عند الحديث مع الآخرين، عدم التردد. ويمكن أن نضع بعض المعايير للرسالة الكلامية اللفظية التوكيدية، مثلا راح أذكر بعض منها: ألا يكون هناك تلعثم بالكلام، ألا يكون هناك تردد في الاستجابة التوكيدية أو توقف. يجب على الشخص التوكيدي ألا ينتظر طويلا من سكوت الآخرين، وأن لا يسرع في الإجابة، يعني استرسال الحديث لا يسرع في الإجابة ولا ينتظر طويلا حتى يجيب. ثالثا التعبيرات الوجهية. لما نقول التعبيرات الوجهية ونعني بها إظهار ما يدور من المشاعر على ملامح وتعبيرات الوجه. لما نأتي لوضوح الصوت وهي ما قلنا يتميز به الشخص التوكيدي، لما نقول وضوح الصوت من التوكيدية أن يكون الصوت واضحا عند الحديث مع الآخرين. أما عكس ذلك من انخفاض واضح في الصوت فهي مؤشرات انخفاض التوكيدية. النقطة التي تليها المسافة بين المتحدث والمستمع. يتطلب الأمر عند التفاعلات التوكيدية مع الآخرين وجود مسافة معينة، ينبغي الاقتراب المقبول لا
ليس الالتصاق، لا، الاقتراب المقبول عند الحديث مع الآخرين وعدم الابتعاد كثيرا عنهم، يعني لا يكون التصاق ولا ابتعاد كثيرا عنهم. لما نأتي للوضع الجسمي وهي لغة الجسد، عندما يكون الشخص غير مرتبك مسترخي وهو يؤدي استجابة توكيدية فهذا دليل على توكيديته، أما الشخصية غير التوكيدية فإنها تتميز بطأطأة الرأس، إرخاء الكتفين، الانشغال بفرقعة الأصابع، محاولة إضحاك الآخرين ببعض الكلمات أو السلوكيات إلى آخره. نأتي لرقم 7، انتهينا كل ما قلناه قبل قليل، هي رقم 6. سابعا، استخدام التوكيدية المتعاطفة الحكيمة. قال الله تعالى في سورة طه آية 44: فقولا له قولا لينا لينا لعله يتذكر أو يخشى. تعد هذه الطريقة هي الأفضل والفعالة في التعامل مع الآخرين حتى نحقق مكاسب أكثر وتفاعلات إيجابية مع الآخرين تكون أجود، ويكون المرء بهذه الطريقة قد عبر عما بداخله وفي ذات الوقت احترم الآخرين، بل ربما كسب ودهم واحترامهم. نأتي لثامنا وهي التدرج. عندما نقول كلمة التدرج وهي التي تعني أنني يعني لا أقوم ب يفضل عند التصرف بتوكيدية في هذه المواقف، أن تبدأ بالمواقف التي تخشاها بشكل بسيط ثم التي نخشاها بشكل أكبر، يكون في تدرج وهكذا تدريجيا حتى تصل إلى المواقف التي تخشاها بشكل قوي. وأخيرا رقم 9، التدريب على التوكيدية أثناء الحياة اليومية. يفضل، يعني أثبتت الدراسات النفسية أن الأشخاص الذين يكتبون، نتدرب كيف التدريب، الذين يكتبون المواقف التي يتعرض لها بنسبة، يعني ونسبة القلق، أكتب كل موقف نسبة القلق الذي انتابنا أثناءها، يجعلهم يكتسبون التوكيدية بشكل أسرع من الذين لا يقومون بذلك. وأخيرا أرجو أعزائي الطلبة وأعزائي الطالبات أن تقوموا، يعني قبل أن أخبركم بالصفحة التي ستفتحون عليها، هناك فرق بين سلوكيات المؤكد وغير المؤكد لذاته، وفي العديد من المواقف اليومية التي يواجهها كل منهما. سنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو أعزائي الطلبة والطالبات أن تفتحوا معي الصفحة 214 214 و215 والصفحة التي تليها لنقرأ هذا الجدول. طبعا هنا ما راح يكون عندكم واضح، أنا راح أقرأ لكم إياه. هذه بعض الصفات بين المواقف التي تصير بين مؤكد لذاته وغير مؤكد لذاته، طبعا هي ما تقارب 24 موقف، أنا لن أقرأها كلها، ولكن افتحوا معي صفحة 214 و215 والصفحة الأخيرة التي فيها شوفوا نرى أنها كم نقطة، 24 نقطة، فيها صفات المؤكد لنفسه وغير المؤكد لنفسه. هذه مواقف أنا راح أقرأها عليكم، خلوكم معاي في صفحة 214. المؤكد لذاته يعبر ببساطة عن رأيه الذي يختلف عن الآخر. يا أعزائي الطلبة، أنا الآن في صفحة 214 من المنهج، 214. الأعيد أكرر، المؤكد لذاته يعبر ببساطة عن رأيه الذي يختلف عن الآخر، أما غير المؤكد لذاته يحتفظ برأيه لنفسه عندما يختلف مع الآخر تجنبا للمشاكل. ثانيا، المؤكد لذاته يعتذر بلباقة لمن يطلب زيارته في وقت لا يناسبه ويدعوه إلى تحديد موعد آخر، أما غير المؤكد لذاته حين يطلب منه أحد زملائه زيارته في وقت لا يناسبه يقبل فورا مع ما قد يسبب ذلك من إرباك جدوله ومواعيده. ثالثا، حين يسلم على شخص، هنا نقرأ المؤكد لذاته، حين يسلم على شخص غريب يحرص على أن تلتقي عيونهما وهو يقدم نفسه إليه، يقول أنا فلان وهو ينظر إلى عيونه. الغير المؤكد لذاته يفضل
النظر إلى الأرض أو الحائط أو لأي جهة أخرى حين يقدم نفسه للآخر، المؤكد لذاته. إذا اعتذر للأصدقاء عن حضور مناسبة ما وألح عليه يصر على رأيه الأول أنه لا يستطيع أن يحضر. أما غير المؤكد لذاته حين يرفض حضور مناسبة ما مع أصدقائه نظرا لارتباطه بموعد مهم يغير رأيه حين يلحون عليه. خامسا، غير المؤكد لذاته حين يقدم له أحد الأشخاص معروفا يشكره لفظيا بطريقة واضحة. غير المؤكد لذاته في نفس الموقف يكتفي بالابتسام أو توجيه تمتمات غير مسموعة وبصوت منخفض لمن يقدم له خدمة. سادسا، إذا طلب منه زميل إنجاز شيء ما فوق طاقته يعتذر موضحا مبررات ذلك. أما غير المؤكد لذاته يوافق على أداء ما يطلب من خدمات مع اعتقاده بعجزه عن ذلك، ويستطيع يدري أنه ما يستطيع يعلم ذلك، لكنه حتى يعني لا يعتذر حتى لا يغضب منه الآخرين. سابعا، يعبر المؤكد لذاته يعبر عن غضبه بطريقة مقبولة من تصرفات أحد الأقارب سواء بصورة لفظية أو غير لفظية، إذا يعبر عن غضبه بطريقة مقبولة. غير المؤكد لذاته حين يغضب من تصرفات أحد أقاربه ينفعل على المستوى الداخلي فقط ويحرص ألا يلاحظ قريبه ذلك. وكذلك أعزائي وعزيزاتي الطلبة، هي 24 نقطة أرجو منكم قراءتها جيدا، فهي مهمة جدا في أني أفرق كيف أتصرف في المواقف. هذه كلها أعزائي مهارات تكتسبين فيها وتكتسب فيها عزيزي الطالب، تنمي شخصيتك، تؤكد عندك، تنمي فيك مهارة توكيد الذات. أرجو قراءتها، ويعني لا يسعفني الوقت أن أقرأها كلها، فهي 24 نقطة، وأكرر عليكم هي في الصفحات 214، 215، و216. نبدأ في الأسئلة، الاختبار، اختبر نفسك، الأسئلة التقويمية. اختبري نفسك عزيزتي الطالبة، ما الفرق بين التوكيد والعدوان والخضوع في الإشارات غير اللفظية الآتية؟ الإشارة غير اللفظية: نظرة العين، وقفة الجسم، مستوى الصوت، نوع الكلمات. نوع السلوك: عند الخضوع، عند العدوان، عند التوكيد. أرجو الإجابة. ضعي كلمة صح أو خطأ أمام كل عبارة. أولاً، ضعف العلاقة بالآخرين من الآثار السلبية في حال تخلي الفرد توكيديته. من أمثلة، هل هي صحيحة أم خاطئة؟ من أمثلة توكيد الذات: يدع الآخر يفهم ما يريد بصورة غير مباشرة. ثالثاً، من ضوابط السلوك التوكيدي اللفظي: وضوح الصوت واسترسال الحديث. السؤال الثالث، ضعي كل كلمة بما كل مثال بما يناسبه. ضعي كل مثال بما يناسبه. المثال الأول: يقول ما يريد للآخر بصورة مباشرة، هل هي مؤكد لذاته أم غير مؤكد لذاته؟ ثانيا: ينبه الآخرين لأخطائهم بحقه حتى لا تتكرر. ثالثا: يحتفظ برأيه لنفسه عندما يختلف مع الآخر تجنبا للمشاكل، لا يبدي رأيه. هل هذه الأمثلة الثلاث مؤكد لذاته أم غير مؤكد لذاته؟ وبهذا تمت مراجعة الوحدة الثامنة، وهي المهارات النفسية الاجتماعية، وهي عن توكيد الذات، حيث راجعنا هذه الوحدة، لأنه توكيد الذات يعد إحدى الركائز المهمة للثقة بالنفس. وهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.